قصة رمضان هتتعامل ازاي؟ لا هو رمضان انا جبته واتفقت معاه اصلا والموضوع كان منتهي. حلو. ان الموضوع كان منتهي، ما كانش عندي شعور بان في حاجه تانية بتحصل. ماشي. من ورا ظهري. ماشي. فدي طبعا ما كانتش كويسه. لا دي حاجه، دي بالعكس، انا ضدها. انه يعني يغير كلامه معاك. تغيير الموقف، تغيير الموقف، وانه عشمك ووصل للجمهور انه مش هلعب لحد غيرك وحاجات كده. فبقول لك تغيير الموقف ده لا، ما مش صح. مش كويس يعني. ما شخصيا مش عارف اتعامل معاك بقى على اللونج ران او على اللونج تيرم. مش عارف اشتغل معاك. صح. مش يعني لازم تكون في العلاقه مبنيه على ثقه عاميه. الفرق الكبيره جدا اكيد العلاقات اللي بين عناصرها المختلفه، اداري طبي فني لعيبه، بتبقى كامله متكامله يعني. طب هل بتشوف ان هو معذور لانه الرقم مغري جدا، ولا في الاخر هو غلطان لانه برضو الرقم اللي كان هياخده من الاهلي بجانب البطولات والاستقرار والنجوميه والحاجات دي كلها كان هو؟ ما اقدرش اقول لك كريم، يعني انا واحد من الناس بحمد ربنا مش في موقفه مثلا. انا لو في موقفه مش عارف اعمل ايه. صعب جدا طبعا. احنا بنتكلم دلوقتي على ارقام فلكيه يعني. هو الصبح يشتري طياره. قرب يبقى ملياردير يعني. فاحنا بنتكلم في اني لا، القصه يعني صعب على النفس اكيد. صح. صعب على النفس، هتخلي فيه تحديات كتيره وصعوبات كتيره في اتخاذ القرار. لازم يكون حد جنبه يبقى واعي للقصه دي شويه. فانا عذره في انه 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 الموضوع صعب، ملفت جدا للنظر وفتح للشهيه. وفي نفس الوقت مش عارف بقى اقدر اقول الكلمه دي ان هو مش واخد على انه لما يدي كلمه ينفذها او كده يعني. بس هو كان جنبه برضو كابتن اكرام، فليه مش جنبه حد يعني؟ ما اعرفش هو كان بيرجع لاكرامي ولا لا. ما اعرفش يعني. ما اعرفش. لو افترضنا، انما اللي انا سمعته من اكرامي انه بيقول انه قال انه دايما كان على مشاركه مع بيته. وده طبيعي وحقه. بس يعني هل مقنع ان هو ما ياخدش راي حماه اللي هو نجم كوره كبير واللي هو اسم كبير وحاجات كده؟ اكيد اخد رايه. وارد جدا اكيد يعني. مش عايز اتكلم عرض مغري وهيسيب النادي الاهلي. وارد اللي هو جدا، اللي هو العيله كلها منتميه ليه، فاكيد يعني اخد رايه. وارد جدا. بس اكرامي قال انه ما عرفش غير في الاخر يعني.